الو، ايه ماما، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحه. عم تلفلك لشوف كيف التحضيرات لعيد زواجك بكره. ايه تذكرتي؟ ليش اني قادره انسى؟ طمني، شو جاب لك هديه الصهر من غشاش؟ يعني لهلا ما بين شيء، هلا بس يجي من شغله منشوف. شو بدك تشوفي؟ لا تشوفي، هو بخيل من اولته. بس انت كان بدك ايه؟ يلا ماما، ربيع مش بخيل، ربيع اقتصادي. بعدين انا عجبتني لوحه، هلا بس يجي بدي اقول له يجيب لي اياها. يا ابن جاب الغراب لامه. ليكي انا رح ابعث لك هلا على الواتساب طريقة المقلوبه، هاي كنت اعملها لبيك لما كنت بدي اطلب منه شيء. يعني يا ماما معقول هلا حقعد اطبخ مقلوبه؟ لك لا، شو فيها؟ وبنحكي هلا، بدي روح لام الغسيل. يلا باي. ماشي، يلا باي. اهلا اهلا زوجي العزيز. الله يستر. شو هالاستقبال الغير شكل اليوم؟ اقل شيء بعمله لزوجي العزيز. طب بتعرف على بكره شو في صح؟ بكره شو؟ بين معك؟ عيد حياتي. انا عرفت اول نص من الجواب. ساعديني بالبيت. عيد زواجنا الخامس. اكيد مش ناسي، كانت على راس السنه. ايه مش ناسي، صدقتك. ولو حدا بينسى هيدا النهار المجيد يلي صرنا انا وياكي فيه تحت سقف واحد. واكيد الك هديه، اطلبي وتمني. بدي لوحه، شفتها امبارح عند جارنا سامي بالمحل، بتلبق كثير على الحيط هون، صار لي 5 سنين بقول هالغرفه ناقصها شيء، وبس شفت اللوحه قلت هاي هي. اما الحياتي، اذا بدي اشتري شيء ما بشتري لوحه، بشتري شيء صوفا بدل هيدي المخزوقه، او شيء طقم طاولات بدل اللي جايبهم من عند اهلي، او شي سجادة بدل هيدي اللي فايقة عبندق وبفتيل. لوحة؟ بس انا بدي لوحة. ولو بلا لوحة بلا بلوط. بكرة منروح نتعشى مثل كل سنة عند سامي، بينزلنا ميزة ومشاوي. يعني مثل كل سنة عند سامي؟ بعدين اشكر رفقاتك اسمهم سامي، سامي موبيليا وسامي ميزة وسامي نام. على فكرة سامي مغير ديكور المطعم وعنده لوحات كتير، تبي تفرجي لوحة؟ سيربريز. يا أمل وين رحتي؟ رح نتأخر. بمناسبة عيد زواجنا عملت لك سيربريز، رحت عند سامي موبيليا. ليه خير؟ إذا كرمال اللوحة نحن حكينا بالموضوع. لا لا لا، ما جبت اللوحة ولا وأنا بسمع الكلمة. وين بنحطها ستنا؟ عندك عندك بالنص. شو هاي؟ هيدي طاولة مثل ما أنت قلت، عايزين طاولة؟ شفت ما جبت اللوحة. وهيدي شو؟ هيدي سجادة، ما انت قلت عايزين اشياء اهم، ما جبت اللوحة. ستنا الصوفة بكره صبح بتكون عندك. ايه شكرا. صوفة، سجادة، طاولة. حبيبي حمل الاغراض ورجع ردهم. لوين بده يردهم؟ انا بدي اللوحة. لا لا لا، انت قلت عايزين شغلات اهم ومعك حق. قلت لك ما بفهم، بتردي الاغراض كلهم وبكره بتروحي بتجيبي اللوحة. لا انت امبارح قلت. امل ولا كلمة، انا الرجال بالبيت وكلمتي بدها تمشي. سكري على الموضوع، انا في تجيب المتر لاخذ القياسات. طيب مثل ما بدك، بدك اللوحه منجيب اللوحه، انت الرجال بالبيت. الو ماما، شكلها ظبطت المقلوبه. ايه اكيد اكيد يا حبيبتي بدها تزبط، ما انا صار لي سنين بستعملها عبيك. لحظه يا زلمه، ما تدعوس، بعتني مسح على الارض، بحكي معك بعدين. يلا باي. شكلها رايحه تعمل له زنود الست. يا حرام يا بي. طب ابجد هلو